عينا خص صبري نقيدو هنايا. ايه السميه ديالك اختي؟ اسيا. اسيا شحال ماركة اسيا؟ 38 سنة مطلقة. اش مدينة فين كاينة انتي اسيا؟ نواحي قلعة سراغنا. عايشة في العروبية ياك؟ انتي قلتي مطلقة، عندك شي وليدات؟ عندي وليد عنده 13 سنة. هكاك شحال باش طلقتي اختي اسيا؟ دابا 8 سنين هادي باش طلقت. 8 سنين باش مطلقة. وليدي كيعيش معايا. كتقبلي التعدد؟ ماشي مشكلة خديتهم، هي يكون غير العدل، يكون غير كيدير اللي عدل. واخا لالا. سميتو انتي خدامة ولا جالسة في الدار؟ لا حاليا ما خداماش، كنت خدامة دابا حاليا جالسة. رباتو بيت مزيان وباغا تخدمي ني تزوجي، باغي تبقاي جالسة في الدار؟ ماشي مشكل، بغاني نتعاون معاها. مرحبا اختي سمية. شو المستوى الدراسي ديالك؟ ما قارياش اختي سمية. ما قارياش. ولدك غاتديه معاك الا تزوجتي؟ واختي ما كرهتش، لا لقيت شي ولد الناس اللي بغيني بولدي ما كرهتش. ولا ما بغاتش بولدك اش غديري؟ انا ولدي انا اللي مسؤولة عليه. ولا ما تقبلكش هاد الراجل ولدك شنو غديري؟ غتزوجي وتبقاي جالسة مع ولدك؟ اختي صعيب باش نخلي ولدي صراحة. يعني الشرط ديالك اللي غيتزوج بك يديك انت وولدك. مزيان. واخا هذا هو الشرط ديالي الوحيد، ما عندي حتى شروط اخرى. واخا اسيا انتي كديري الحجاب؟ كنت ديرو محجبة. كتصلي؟ اختي ضروري، شنو عندنا غير صلاتنا واعمالنا. تقدري تعيشي مع عائلة الراجل؟ ما عنديش مشكل. مرحبا. سكن عائلي. الا كان هذا الراجل باغي يدير التعدد، الا هذا الراجل باغي يدير التعدد بغى يسكنك مع المرأة الاولى، تقبلي ولا ما تقبليش؟ لا اختي سمية صعيبة. مع المرأة الاولى؟ لا. لا واخا. ما عندكش شي مرض كداوي عليه؟ لا الحمد لله. الراجل بغيتي تزوجي به، بغيتي يكون كيعيش في العربية ولا في المدينة؟ في الحقيقة ما كرهش المدينة. و إذا ما لقيتيش مدينة؟ كان شي واحد من العربية ماشي مشكل اختي سمية. مرحبا. شحال يكون في العمر ديالو؟ ماشي مشكل، يكون من لاج ديالي و الفوق، 40 45 ما عنديش مشكل. إيه إلا كان مطلق وعندو الدراري عايشين معاه، ولا ميتة ليه المرا وعندو الدراري عايشين معاه وقال لك أنا غاتسكني مع ولادي سوا كبار سوا صغار؟ ماشي مشكل أختي سمية. فهمتي؟ ما عنديش مشكل، حتى أنا عندي ولد، واش فهمتيني؟ لا دابا غير فهمي، دابا غير فهمي أختي آسيا، باش نكونوا واضحين، حنا عرب ماشي كور، دابا تا الكور راه عندهم هاد المشكل ماشي العرب، ولكن حنا عرب، وحنا العرب فينا بزاف ديال الطبايع الخايبين، مع ان ربي عطانا نعمه الاسلام، ولكن كذلك عطانا واحد النعم كثيره، النقم كثيره ماشي نعم، عطانا واحد النقم كثيره ياكي. منها ما كندخلوش سوق راسنا، منها البوغ، منها العدوان، منها دخل الشبوقات، منها ومنها. وانتي عارفه الا تزوجتي بشي راجل وعندو ولادو بين الكبار والصغار غتكون الغيره، وانت غاتدي معاك ولدك. راه الا مشيتي غير بوحدك مصيبه، ما الا ديتي معاك حتى ولدك راه مصيبتين هادوك. واش انت دا قادره تدخلي على هاد الحرب؟ ماشي مشكله اختي سميه، قادره تدخلي على هاد الحرب. انا قادره فهمتيني، حتى انا عندي ولد، حتى انا مجربه الكبده واش فهمتيني. دابا انت شوفي، دابا انت يرمي ولادو يشدني انا ولدي؟ لا ما قلتلكش انا يرمي ولادو، انا قلت لك واش انت قادره على الحرب مع ولاد الراجل؟ يعني ماشي الحرب يعني غدابزي معاهم، ولكن يعني الحرب ديالهم يعني غايديروا معاك شي حوايج خايبين، وانت غتصبري في راسك وغتكمديها في قلبك وغتصرطيها، ما يمكنش تجلسي كل نهار تشكي للراجل من ولادو. فهمتي؟ معلوم. ما يمكنش يوميا غايجي الراجل من الخدمه، بنتك دارت لي، ولدك فعل لي، ضربوا لي ولدي، داروا لي، ما يمكنش. غتطلعي ليه في الراس وغيرجعك لداركم. فهمتي؟ سلامتك اختي سميه. يعني خصك تصبري وتكمليها في قلبك وديري الطريق منين ندوز الماء، فهمتي؟ وربي تا هو كيدير تا هو الخير. شي راه واخا ربي شي ملي كتزير بزاف كتفك، ديري هادي في بالك. معلومة
مني كتزير راه كتفك، يعني ماما ما تقولي تزيرات وكذا، كتزير ومن بعد كتفك. اختي اسي حيدي لي زيكوتور مسلا. لا والله ما دايراهم، ما دايراهمش كاع. ياك ما دايره الشارجو ما تخرجيش منين جاي؟ لا ما دايره لا شارجور لا والو، غير واخا كيمشي وكيجي. اسيا عندك شي شروط في هذا الراجل من غير هادشي هذا؟ ما عندي اختي سمية حتى شي شروط، غير هو يكون يصلي وكيخاف من الله، هادو هما الشروط ديالي. راه كاع كيجيو عندي كيصلي والله اعلم. لا قالت لي رجاله كاع كيجيو كيقول لك انا كنصلي انا كنخاف الله، بغيت يموت بينا وبغيت وبغيت وبغيت. والسلوك شوفي، لا والسلوك لا علاقة له لا بالصلاة لا بالدين لا بتلعب. انا بعدا فاش كنشوف السلوك والهضرة، النهار الاول كيجوني انا كنصلي وانا كندير، من بعد كنشوف حوايج اخرين اليهودي ما يديروهمش. المهم سير على الله، دوز اختي الله يحفظك، الله يعاونك. الله يدينا اختي سمية على بعضنا، الله يدينا سيدينا. بزاف بزاف اختي، الله يعاونك.